بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أبناء البترول أويل سانس، وهي قناة مهتمة بجميع أخبار ومجالات وشركات البترول والوظائف الخاصة بمجال البترول وكيفية التقديم لها. إن شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا عن الفراكينج بروسيس أو عملية الفراكينج، وليه إحنا بتتم عملية الفراكينج، وإزاي بتتم، وإيه السبب اللي إحنا خلانا نضطر نعمل عملية التكسير أو التصدير الهيدروليكي وهكذا. اول حاجه هنتكلم عنها في السلايد ده، why do we use a fracking process، او ليه احنا بنستخدم عمليه الفراكينج، او ليه اضطرينا نعمل عمليه الفراكينج او التصدير الهيدروليكي. ففي عندنا بعض المعلومات هنقراهم مع بعض. اول حاجه بيقول لك ان منذ بدايه الثوره الصناعيه اصبح استهلاك الوقود كالفحم والغاز الطبيعي في تزايد مستمر. يبقى اذا اصبح الاحتياج لاستخدام الوقود زي الفحم والغاز الطبيعي في تزايد مستمر، لذلك تم ان احنا نضطر ان نستخدم عمليه الفراكينج. فظهرت في الاونه الاخيره بعض الطرق الهامه لاستخراج الوقود من طبقات الارض العميقه او من طبقات الارض التي يصعب الوصول اليها بعمليات الحفر العاديه او التقليديه، وهذه العمليه تسمى عمليه التصديع او التكسير الهيدروليكي اللي هي الفراكينج. ففي هذه العمليه عند استخدام هذه الطريقه او هذه العمليه يتم انتاج كميات كبيره من الغاز عن طريق تكسير مسامات الصخور او عمل شقوق في الطبقات الصخريه بواسطه ضخ كميات كبيره من الماء والرمال وبعض الكيماويات. الطريقه دي بتستخدم بكثره في اوروبا وفي الولايات المتحده الامريكيه، لان اغلب الغاز المستخدم والذي تم استخراجه هناك قد اوشك على النفاذ. فيبقى اذا في البلاد دي او في الاماكن دي، نظرا لان استخدام الغاز الطبيعي اصبح بكثره، فهو اصبح الغاز الطبيعي اوشك على النفاذ، لذلك اضطرت ان هي تستخدم طريقه او عمليه اخرى تنتج كميات اكبر من الغاز الطبيعي من باطن الارض، وهي عمليه الفراكينج او عمليه التصديع الهيدروليكي. فبالتالي اصبحت الطرق غير التقليديه لاستخراج الغاز كالتصديع من الاكثر استخداما. وحتى هذه الفتره استخدمت عمليه التكسير او عمليه الفراكينج اكثر من مليون مره في الولايات المتحده الامريكيه فقط. يبقى في امريكا فقط استخدمت عمليه التكسير اكثر من مليون مره، واكثر من 60% من ابار النفط والغاز الموجوده في العالم بتستخدم طريقه وعمليه التكسير الهيدروليكي او اللي هي الفراكشرنج بروسيس. How is the fracking process، او ازاي بيتم عمليه الفراكينج، او احنا ازاي بيحصل تكسير او تصديع هيدروليكي لطبقات الصخريه اللي في باطن الارض. اول حاجه في البدايه بيتم عمليه الحفر بشكل عمودي او الفيرتيكال دريلينج حتى يصل البئر الى عمق مئات الامتار. بعد الوصول الى العمق المطلوب او العمق المطلوب في البئر، بيتم الحفر بشكل افقي او الهوريزونتال دريلينج. في نهايه الحفره بيتم حفر حفره اخرى بشكل افقي داخل الطبقه المحتويه على الغاز. فبيتم ضخ السائل الهيدروليكي بداخل الحفره باستخدام مضخات متطوره. طيب السائل الهيدروليكي ده عباره عن ايه او بيحتوي ايه اللي هو بيتم ضخه؟ بيحتوي هذا السائل على ماء ورمال ومواد كيماويه. بيحتوي تقريبا على 8 مليون لتر من الماء وعده اطنان من الرمال واكثر من 200 الف لتر من الكيماويات. بيخترق هذا الخليط المكون من الماء والرمال والكيماويات، بيخترق الصخور فيحدث عدد كبير جدا من الشقوق بداخل هذه الصخور او بداخل الطبقات الصخريه. استخدم طب ليه احنا بنستخدم الرمال او بنستخدم المواد الكيماويه مع الماء في عمليه الضخ؟ بيضاف الرمل للماء لكي يمنع هذه الشقوق من ان تغلق بعد عمليه التكسير الهيدروليكي. بعدين بتستخدم الكيماويات لعمل تكثيف للماء المستخدم في الضخ ولقتل البكتيريا. بيتم استخراج السائل خارج الحفرة مرة أخرى واستخراج الغاز حتى النفاذ. يعني بعد ما بتتم عملية الفراكينج بروسيس بيتم استخراج الغاز الطبيعي أو كميات الغاز الطبيعي اللي تنتج من هذا البئر بكميات كبيرة حتى يتم النفاذ أو حتى ينتهي الغاز بشكل كامل. What is dangerous of using fracking، أو إيه هو المخاطر أو الخطر اللي بتسببه عملية الفراكينج عندنا؟ أول حاجة إحنا عندنا بيصحب التكسير الهيدروليكي عدة مخاطر، منها عملية التكسير الهيدروليكي أو الفراكينج دي بيصاحبها عدة مخاطر. زي إيه؟ أول حاجة الخطر الأول إحنا عندنا اللي هو تلوث مصادر مياه الشرب، اللي هي المياه الجوفية، يعني المياه اللي في باطن الأرض أو المياه الجوفية دي
بتتلوث بسبب عملية التكسير الهيدروليكي أو الفراكينج، والتلوث ده بيكون عالي لدرجة لا يمكن تطهيره في معامل معالجة المياه. يبقى التلوث بيكون كبير بدرجة لا يمكن تطهيرها في معامل معالجة المياه. تاني حاجة من المخاطر بتاعت عملية الفراكينج اللي بتنتج من عملية الفراكينج، ان الكيماويات المستخدمة بتكون سامة جدا ومسرطنة زي حمض الفورميك. يبقى الكيماويات دي بتكون سامة ومسرطنة، فبالتالي بتسبب المخاطر للكائن البشري او الكائنات البشرية المتواجدة في المنطقة دي. بعدين بينتج منها او بينطلق من هذه العملية، او نظرا لفتح مسام في الصخور او في الطبقات الصخرية الموجودة في باطن الارض، فبينطلق بعض الغازات الدفينة زي ثاني اكسيد الكربون والميثان المتسبب في عمليات الاحتباس الحراري. اغلب شركات التكسير لا تفصح عن التركيب الكيميائي، يعني ما بتوضحش ايه التركيب الكيميائي المستخدم في هذه العملية، ولكن بيكون اكثر من 700 مركب كيميائي بيستخدم في هذه العملية. وفي الاخر دي صورة بتوضح ازاي بتتم عملية الفراكينج. زي ما احنا شايفين كده، في البداية بيتم ضخ الماء والرمال، زي ما احنا شايفين في البداية بينزل المية، بيتم ضخ الماء والرمال في الحفرة او في البئر. water sand and chemicals injected into well، يعني الماء والرمال والكيماويات بتضخ في البئر. بعدين بعد ما بتضخ الكميات دي، طبعا بتضخ بكميات كبيرة وبيكون الضغط بتاعها او البريشر بتاعها بيكون عالي جدا، لدرجة ان هي بتعمل فيشرز او بتعمل شقوق بداخل الطبقة الصخرية. زي ما احنا شايفين كده بيبقى في شقوق في الطبقة الصخرية. فبعدين بينتج او الجاز، زي ما احنا شايفين كده الجاز فلو اوت بيخرج من هذه الشقوق وبيتم استخراجه خارج البئر. وكده انتهت حلقة النهاردة. ان شاء الله يكون الحلقة افادتكم واضافت لكم معلومة جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.